أهلا وسهلا، أنا ابتهاج، طالبة مبتعثة في دولة الصين، تحديدا مدينة شينيانغ الواقعة شمال شرق الصين. راح أصور لكم يومياتي خلال دراستي الجامعية وبعض المغامرات مع الشعب الصيني. طبعا راح نستكشف عجائب عالم دولة الصين. إذا كنتم مهتمين بالدراسة في دولة الصين أو حابين تستكشفون الصين معي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. احنا الان في مطار الرياض متوجهين الى بوابتنا وننتظر رحلتنا. بعد نص ساعه ان شاء الله بندخل الطياره. حياه الشقة، بحاول اخذ لقطه ومع القهوه، ما ادري شلون بجمع. وصلنا إلى مطار بكين، الحمد لله على السلامة. والحين عاد ندور اللاين حقنا علشان ناخذ شنطنا نتجه للأوتيل خلاص. بس والله طولوا علينا على أنه المطار شبه فاضي، إجراء الجوازات ما في إلا 3 موظفين، بطيئين مرة، ذكروني بالأتراك. هاي شنطتي الأولى. في منطقة قريبة من الأوتيل طلعنا افطرنا قبل شوي وطلعنا نتمشى، بس يا أنه حار مرة، الحرارة تقريبا 31. فنجلس عاد إذا جاء العصر إن شاء الله بنطلع المطار. احنا قريبين المطار عموما، يمكن 6 دقائق، ورحلتنا بالليل إن شاء الله للوجهة مدينتنا بإذن الله. شوفوا اللوحة الكتابة بالصيني تقداكم تقرونها. نزل الأوتيل حقنا الساعة 11:30، فبنريح كذا ساعتين 3 ساعات قبل ما نطلع المطار إن شاء الله. طبعا الصين مشهورين بالباندا والسيجنتشر حقهم. أول مرة بجرب أشتري شيء بالصين، بشتري بنفسي. هذا الشيبس، بعدين هذا بسكوت، بعدين بدفع بالويتش. طبعا حساب 27 يوان تقريبا بريال 13 ريال، بس خلاص هذا خصم. والله بلا كاش بلا هم. تعال، هذا عفشنا متوجهين الحين للمطار. طبعا احنا الان جايين كاونترات ضد ساوثرن، من هنا بنسوي تشيك ان. عجبني في كاونتراتهم انه هذا المسار حق الشنط نازل تحت، فبس كذا تحط الشنطة وعلى طول يسحبها، ما يحتاج مثل مطاراتنا قاعد اشنقل وارفعها. خلاص راحة نفسية، دخلنا العفش ودخلنا المطار، عاد نروح لبوابتنا الحين. بس ما شاء الله يا يعني مطارهم ضخم وتفتيشهم ما شفت تفتيش أدق من كذا، يعني حتى الشراف فتشوهم أنتم كرام. هذا فيو من فوق، الحين بننزل تحت. عندهم ناخذوا مويتنا من جايين، ولا لقيت سوبر ماركت. هذا أخونا في الله أخذ أندومي من هنا، راح يحط هنا من استفاد من برادة طبخ للأندومي. هذه منطقة في المطار اسمها سكيل جاردن، نجي نستكشفها شندنا فاضين. حلو يعني بما أنه بالمطارات كل شيء مغلق، حلو هذه منطقة مفتوحة للي يبغى يشم هواء.
بس حبيت اللي عنده ترانزيت هذا ضروري له. فبشوف سباق هنا صغطر، توقع انهم زي الاندونيسيين يقدرون سباق. شو هاينا خريطة المطار، كنا قبل شوي بالاي هذي، الحين حنا رايحين للبي، وفي سي ودي نروح له بعد ما نخلص من البي. حلو انهم كاتبين ايش المطاعم ايش الكافيهات في كل بوابة. كنا ندور مطعم بيتزا ولقينا في الدي، خلاص اختصروا علينا الله يعافيهم. شوفوا هنا من نص المطار، هنا يبين لكم فخامة المطار ما شاء الله. هذولي أبطال الأولمبياد، خمسة أو ستة، وهذه البنت بالنص هذه هي فازت بالأثقال أوزان ما شاء الله، مبين أساسا أحسها مرة قوية. أخذنا قهوة مختصة من المطار، والله ما توقعتها، هذه لذيذة. أخذت آيس فلات وايت، هذه مدينتنا اللي رايحين لها وفيها ضباب مرة قوي، وبسبة الجو يعني الحمد لله يعني. بس تأجلت رحلتنا، كانت 9:15 صارت هذه شين يعني إيه، صارت 11 أجلوها ساعتين تقريبا. يلا نقعد نتبطح ونتسدح في المطار. سمعت معلومة قبل ما أجي الصين، كانوا يسبون خطوط طيران، يعني مو بمشكلة فيهم بس الأجواء عندهم ما تساعد. يعني تخيلوا حتى في شايفين عدد ديليد، في بعضها تكنسلت، في بعضها تأخرت ساعة، بس حنا مرة طول علينا ساعتين. هنا ديليت وذوذة شايفين، فالأفضل الواحد إذا جاء هنا يستخدم القطارات صراحة. هي لو بمطار بكين كله قاعدة أدور صيدلية ما في، يعني الحين ما لقيت، درت كل البوابات، كل محلات عبارة عن كذا، هذه الأشياء خرابيط، كافيهات، مطاعم. طيب صيدلية معي شيء أساسي، متفائلة إنه هذه أوه حتى هذه حقت أي محل أجهزة. شوف قدام هناك كانوا في محلات، إن شاء الله يكون في منها صيدلية. أكثر شيء عندهم اللحوم كل أنواع. أصلاً واحد سعودي يعرف صيني كله، وجت قالت أسبوع هذولي ما أدري شكلهم فهموا إنها حالة طارئة. تخيلوا تو قسم بالله يضحكون. رحنا نسأل حقة محل عن المناكير، وفي واحد برضو كلمنا سعودي يعرف صيني كلمها، وهذا يعني قالها مع الفزعة ومع الترجمة. آخر شيء وش سوى؟ وفجأة جو هذول حقين الإسعاف ويركضون، حسبونها حالة طارئة، يلا تعالوا ورانا وما أدري إيش. يوم دخلنا وأقول لهم لا وأشر على يدي، هم فزعة بس إنهم مشكلة بالفهم. آخر شيء قالوا لنا في صالون قدام هم يشيلونها لكم. لا اللي يضحك أكثر إنهم يقولون إيش فيها أصابعك، انت جالس تشيل على اصابع المناكير انه ريموف يحسبون اصبع منقطع ولا شيء، يقولون اوه مكبر السالفه يا ام. شوفوا من الوجه حقنا يعلمنا معلومات الرحله، لانه سجلوها بالبدايه اول ما دخلنا المطار، رهيبين صراحه. احنا لما حل طبعا رحنا دورنا صالون قالوا مسكر، رحنا لما حل عند ادوات تجميل، يوم فهموا قالوا لا ما عندنا. يا الله والله معاناة. آخر شيء قلت لهم اكتبوا لي إياه، ما يبطالة لين تكتبوا لي إياه، أخيرا لقيت أحد يفهمني. الحين عاد بدور آخر بوابة، بنشوف إذا لقينا بحطها كذا بوجههم إن شاء الله يفهمون. سبب التأخير أعطونا هذه الوجبة سكيتة، بس ما أدري عاد أكل صيني ولا أكل عالمي، يعني غالبا ينوكل رز ربيان، وهذا فاصوليا، هذا ما ادري وشو هذا، يعني مستعده لنا. بس المشكله بالاجواء، الله يستر ما ياجلونها لنا، خلاص لازم نوصل بكره ما نعفوش كذا، فما نبغى تتاجل قرب عشان نطلع من المطار. عاد نشوفهم تو يسحبونا، اقول لا يا رب لا. بقى الرحله ساعتين ما يستر.
فاينالي عيني مش مصدقة، عيني مش مصدقة أبدا. أخيرا تخيل 11:43 والمفترض نقلع 11:50، بس يا الله على الوقت. خلاص كنت خلاص حاسة أنها تتأجل، بس الحين خلاص صفوا الناس وبننزل بالباص. أنا ما أدري وين طيارتنا، سير الله أهم شيء نقلع. فاينالي ماني مصدقة دخلنا ممر الطيار، الحمد لله. أحس كذا خايفة ماني متأكدة لين تقلع. كذا 5 دقايق خلاص أكد إني بالجو. وصلنا مطار شينيانغ الحمد لله سلامة. طبعا واصلين حنا كم الساعة؟ 2:30 توقيتهم. المطار شبه فاضي، كان في معنا شايب مرة رهيب بالرحلة، كان يرقص هذا وقاعد فني مرة. الحين وصلنا وانا برا. مبدئيا ان شاء الله الاجواء مرة فرق عن بكين، باردة. دليلكم انهم فزع كل هذولي عند التكاسي كلهم واقفين عشان يفهمون عنوان الاوتيل حقنا. يحليلهم يحاولون بس ما بس على الاقل يحاولون. طيب معاناة ما لقينا بالمطار كله، ما في سيارة كبيرة، يمكن عشان متأخرين بالليل تحش نار صغيرة. بس الحمد لله تيسرت. وصلنا الأوتيل فاضي، شكرا ما في لحنا. طبعا حنا كنا حاجزين جناح بس ما شاء الله عوضونا، مو بعوضونا بس سولنا مدري زي الترقية وعطونا غرفتين. وريكم جولة على غرفتنا، ناخذ تور عشنا جزء من عشنا كله. هنا أول شيء أول ما ندخل مطبخ، بعدين هنا طاولة طعام مرة كبيرة، وبعدين هذه الصالة، هناك ثلاجة، هناك مكتب، وهنا شاشة، وهنا في غرفة فيها سريرين. فيها شيء غريب، هنا الحمام. طيب للحين ما شفنا شيء غريب. وهذا الغرفة عبارة عن سريرين. الفيو صراحة مرة رهيب. شو الفيو؟ طبعا الحين 6:00 طيب كمل لكم. هنا الشيء الغريب، شوفوا هذه الغرفة غريبة، يعني ما أدري وش الهدف منها، كذا فاضي وفيها ستاير ستاير ويطلع له برضو. المهم خليناها مستودع. طيب معنا، أنا حرصت قلت بصورها قبل ما تنحاس. هذه الغرفة الرئيسية. طبعا هنا في غرفة ملابس، وهنا دور الكيمياء، أهم شيء للبانيو. لا أهم أحلى شيء في الغرفة، لأنه في الدور 26 فمعطيه فيو على مكان اسمه ميكس سيتي، زي مثل الداون تاون، فيها ستاربكس وفيها في كافيهات يعني عالمي، فيها ماكدونالدز. فإن شاء الله نية إن نقوم ونروح نتمشى في المنطقة.